ساعة من بين أربع ساعات، هذا هو حال الطاقة الكهربائية بمدينة الموصل. مناشدات المواطنين لرئيس الحكومة ووزارة الكهرباء جاءت بعد أن ارتفعت درجات الحرارة للمستوى الذي لا يحتمله الصخر، فكيف بالبشر؟ إضافة للأعمال الكثيرة التي تعتمد وبشكل أساسي على الطاقة الوطنية. ماكو كهرباء، يعني تجي لك ساعة تطفى لك أربع خمس ساعات اللي كله والله يساعد العند أطفال. يعني هسا هذول الحديثين الولادة وهذولي عمي، إحنا نطالب رئيس الوزراء، نطالب مصطفى كاظمي، نطالب وزير الكهرباء، يعني ينظر لنا نظرة يعني مثل أطفال. إحنا خلي يوفر لنا الكهرباء على الأقل، الجو حار والله متنا الله وكيل، يريدونا نبقى بالبيت. هم ما موفرين كهرباء، اريد بس يوفرون كهرباء كل شيء ما اريد، الله وكيل، حتى نظل بالبيت وبلا تجمعات، وكان الله يحب المحسنين. والله الكهرباء صراحه ما زينه صايره هالايام، قبل كانت الكهرباء زينه، هسه فرد مره صايره ما زينه. طالب من وزاره الكهرباء شويه توفير كهرباء، يعني ما حاله هذه، الدنيا حاره والجو حار وصيف، لازم كهرباء. يعني مديريه كهرباء الشمال في نينوى وعلى لسان مديرها اكدت ان تجهيز المواطنين 14 ساعه لليوم الواحد، إضافة لمشاريع وخطط مستقبلية متوقفة على إطلاق موازنة عام 2020 وخطوط بغداد الموصل وبيجي، والتي ترفد المحافظة ب 800 ميجاوات، متوقفة أيضا عن العمل في الوقت الحالي. تجهيز في محافظة نينوى حاليا بحدود 14 ساعة. مثل ما تعرفون أنه احنا حاليا في حملة الذروة الصيفية، احنا عندنا حملين للذروة، حمل شتوي وحمل صيفي، حاليا احنا بالحمل الصيفي. 14 ساعة احنا المنظومة الوطنية جهز محافظة 900 إلى 950 ميجاوات كمعدل، هذه تأمن 14 ساعة لتجهيز المواطن. احنا عندنا مشاريع وعندنا خطط مستقبلية للتطوير، ولكن حقيقة ننتظر الموازنة. تأخير الموازنة أثر على كثير على الكثير من المشاريع. أكثر الخطوط ضررا هي خطوط نقل الطاقة الكهربائية، خطوط بغداد موصل وبغداد بيجي موصل. المماطلة بإقرار الموازنة حتى الساعة شل الحركة بجميع مفاصل الدولة، ومنها محافظة نينوى بشكل عام والموصل بشكل خاص حسب مختصين. من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائية.